قلت انا والزمالك تعاقد معايا مهاجم حتى لو ابراهيموفيتش انا هلعب اساسي. طب كنت اول مرتب كنت تقبض كام؟ ما قبضتش اصلا، كنت باخد بدل انتقال بس، كان تقريبا بدل انتقال في الاسبوع 25 جنيه. نزل لي بعد الماتش قال لي انت عارف انت لو جبت جون كنت طلعتك على بره على طول. الحين خد بالك من المدربين القلائل جدا اللي بتعرف تجيب من الدرجه الثانيه. عمرو زكي وميدو جون نادي الزمالك، الناس بتتكلم كتير ان في مشاكل ما بين ميدو وعمرو زكي، بالفعل كان في مشاكل؟ هو نادي الزمالك دايما كان مستباح، في عز ازمات النادي ميدو كان بيطلع فلوس من جيبه. وهل بالفعل كان اللعيبه بتبقى جايه التمرين مش معاها مثلا فلوس بنزين عربيه؟ رايح بمازدا 3 من الاتصالات، بعتها وركبت كيا. في لعيبه ما تستحملش النادي، مع اول سوري قلم بتاخد بتمشي وتعمل مشاكل وبتمشي وتخلع من النادي. انت النهارده السوشيال ميديا والجماهير ممكن تطفش اللعيبه وتقعدها في البيت. جده كان واقع نادي الزمالك، مش كده اصلا من نوع القلب الطيب يعني. حسام غالي محمد شوقي كان جاي نادي الزمالك، هل بالفعل الاهلي في فتره من فترات وانت في نادي الزمالك كان عايز يتعاقد معاك؟ جبت جون بدماغي فقال لك يا غضنفر يا اسد، فاهم؟ لزق. بس طريقه احتفالك هي اللي كانت صعبه شويه، اللي هو كان بيشتمك بزر وبقى في ميكروفون.